باشمهندس عمرو، خليني اسالك عن نسبه الاقبال. احنا بالارقام كده عندنا نسبه اقبال غير مسبوقه، ويمكن علينا على النسخه الاولى. عملنا ده ازاي؟ وصلنا لده ازاي؟ وتقييمكم ليه ايه؟ احنا فعلا السنه دي الحمد لله نسبه الاقبال اعلى بكتير من السنه اللي فاتت. ان في النسخه الثانيه من المهرجان ابتدت الناس تعرف المهرجان وتعرف مدينه العالمين اكتر. الحمد لله حتى نسبه الاشغال في المنشات زي مثلا المولات، وابتدى الناس تعرف العالمين فابتدت تاخد هناك وحدات وتبتدي تعمل بيزنسز هناك وتفتح شركات. ده جه بسبب كذا، كان في كذا عامل مؤثر في ده، منها ان المهرجان بيستهدف جميع الاذواق الترفيهيه. بمعنى يعني انا مثلا لو عندي ناس مثلا بتحب الاكل ومهتمه قوي بالفن بتاع الاكل، احنا عندنا مهرجان للاكل مخصص لجميع الفئات فود العمريه بالظبط كده. عندنا ده انا بستنياه بطريقه يا باشمهندس، ده يعني ده من الاقرب الى قلبي. وده حاجه احنا عاملينه بشكل زي ما كنت بتقولي دلوقتي على الميديتيريان كله، من كل بلد على الميديتيريان منها مصر طبعا، واخدين بايت وبنشوف بقى نعمل مسابقه وشو ونشوف الناس هتبقى هو مطبخ اللي هيكسب. فده مثلا جزء من الفعاليه. في فعاليات تانية ليها علاقه بالرياضه، فالناس المهتمه بالرياضه في فعاليات كوره، في فعاليات باسكت انترناشونال كلها، في فولي بول، وحتى ذوي الهمم عاملين لهم فعاليات مخصصه في الرياضه وعاملين لهم مسابقات مخصصه ليهم بجوائز، وبنهدف ان احنا نجمع كل الناس المهتمه بالرياضه. عندنا المسرح، فن المسرح السنه دي احنا يعني كان في توجيه ان احنا يبقى المسرح يستعيد رونقه تاني، يبقى المسرح يستعيد الجماهير بتاعته من اول وجديد. احنا كان عندنا موسم دايما في الصيف للمسرح، يعني بتالي يا استاذ فايق كانت الناس بتيجي السياح على المسرح المصري ده، النجوم اللي كانت بتعمل مسرحيات في الصيف. صحيح، كان جزء من السياحه الخليجيه تحديدا قايمه على المسرح. وانا فاكر حتى ان محرري الفن والثقافه اتربوا في يعني يقول لك مسرح جلال الشرقاوي. أيوة. مسرح كنا كان 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 وقتها جزء من ثقافة الصحفي أو الناقد الفني إنه لازم يحضر كل المسرحيات دي. للأسف شديد نتيجة لمتغيرات كتيرة المشهد ده ما أصبحش موجود. لكن تعالي بقى نبص، هل حركة المسرح في مصر توقفت؟ لا، حركة المسرح موجودة بشكل قوي جدا في مصر من خلال المسرحيات اللي بتعرض من وزارة الثقافة.